لنجعل شتاءهم أدفأ، تحدي جديد قرر يخوضه اليوتيوبر المعروف بحسن استغلاله لشهرته في مساعدة الناس حسن سليمان الملقب بأبو فلة، فعبر بث مباشر ومتواصل دخل يوم الرابع لغاية جمع التبرعات، وبيطمح أبو فلة هذه المرة لجمع 10 مليون دولار، ومن داخل غرفة زجاجية بوسط مدينة دبي لا تتجاوز مساحتها 5 أمتار بدأ البث، وقرر أبو فلة لما يغادرها حتى يجمع المبلغ كاملا تشجيعا على دعم المحتاجين لتخطي ظروف الشتاء القاسية. وبتأتي هذه الحملة ضمن أجمل شتاء في العالم في الإمارات، وتم نشر رابط التبرع للحملة زي ما شايفين، واللي هي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وتم إطلاق هاشتاج للحملة وهو ندفئ شتاء 100,000 أسرة. طيب زي ما قلنا نجم الحملة هو أبو فلة اللي بيتابعه أكثر من 23 مليون شخص على يوتيوب، وهو متعود أنه كل ما يزيد أعداد متابعينه لازم يعمل شيء يعبر فيه عن فرحته وامتنانه، فبيفتح بث بيجمع من خلاله التبرعات وبيحط كل مرة كده يعني قدام عينه أرقام أعلى وأكبر. أول بث زي ما شايفين كان لما وصل ل 10 مليون متابع في 4 ديسمبر 2020، أطلق وقتها مشروع خيري تكفل فيه علاج فوق 1500 شخص مصاب بماء العين، وفعلا نجح في تحقيق مراده. طيب أما ثاني بث والأقوى كان مع وصوله 20 مليون متابع في 28 أكتوبر 2021، من خلال حملة دفي قلوبهم واللي حققت نجاحا مبهرا وإشادات واسعة، وما نبالغ لو قلنا أنه تخطى طموحات أبو فلة نفسه وحقق خلاله أرقام قياسية وجمع 1 مليون دولار خلال 28 ساعة وصار حديث العالم. سوينا بيوم يا جماعة، بيوم أربع ساعات والله سوينا ما شاء الله تبارك الرحمن، ساعدنا 5720 عائلة والله ما توقع. وينضم إلينا من دبي عبر زوم اليوتيوبر أبو فلة، أهلا فيك معنا يا أبو فلة. أول شيء يعني أنا سعيدة بوجودك معنا، واللي يتابع البث الآن المباشر عبر قناتك حيشوفك كمان وإنت طالع معنا في المقابلة، فإحساس كده غريب يعني، بس اشرح لي كيف اقتنعت أنك تقعد في غرفة زجاجية لين تجمع المبلغ؟ اولا الفكره كانت من الجهات اللي ساعدونا بكل الاشياء هذه، المسؤوله بكل شيء مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالميه للاعمال الخيريه، وايضا منظمه يو ان اتش سي ار في ايضا كانوا معي بالحمله السابقه، فهم سووا الفكره هذه، الفكره كانت جميله جدا، طرحوا اسمي انا وافقت بشكل يعني كنت بحماس، فعيا الفكره بكل بساطه ان احنا حاليا بهالغرفه هذه الاربع جدران 5×5 مثل ما قلتي، ما راح نطلع من هنا إلين نوصل للهدف اللي هو 100,000 أسرة بإذن الله الواحد الأحد، عائلة 100,000 عائلة عربية وإفريقية أيضا، فهذه الفكرة بكل بساطة، وحاليا لنا تقريبا 4 أيام. هذه كيف المشاعر والنفسية؟ حاليا يعني انا مع الشباب بعض منهم صار فيهم اضطرابات نفسيه، نعم بس الامور تمام. الامور تمام، ما يهم صراحه، ما يهم النفسيه وما يهم المصاعب اللي راح امر فيها، لانه بالاخير ما توصل للمصاعب والامور اللي قاعد يعانون فيها اخواننا واشقائنا حاليا في فتره الشتاء واللي في المخيمات، مهما كانت الصعوبات والمده اللي راح نكون فيها هنا. صحيح، وهو هدف نبيل حتى الان، اذا يعني اللي تابع اللايف عندك على القناه حيشوف باستمرار كم شخص او جمعته حتى الان 2,374,000، ممتاز في 4 أيام، نحن بنتكلم دولار، بيحطوا كمان عدد المتبرعين وبيحطوا كل التبرعات وما الى ذلك. متوقع متى تخرج؟ سؤال بصراحة ما فكرت بالنقطة هذه كثير، لأن نفس الوقت أيضا ما يهم، ما تهم النقطة هذه كثير، لأن صراحة اللي يهمني صراحة كل ما أشوف عدد الأسر حاليا وصلنا مثل ما قلت تقريبا حدود 19,000 أسرة، فكل ما قاعد أشوف عدد الأسر قاعد يزدادون يعني الشعور الراحة شعور الإنجاز يجي، ما يهم المدة اللي راح نكون فيها هنا موجودين، لأن بعد ما بإذن الله الواحد الأحد كل ثقة بالله وبأهل الخير إن شاء الله، أول ما أو لما نطلع من هنا مهما كانت المدة بعد أسبوع أسبوعين شهر ما يهم، لما نطلع من هنا وحنا واصلين للهدف
كل التعب هذا راح يروح عن العاتب. أكيد أبو فلة جلسة بشوف أرقام التبرعات، في ناس بيتبرعوا بأرقام كبيرة وفي ناس حتى بيتبرعوا بأقل من دولار، إذا تحكي لي عن الآلية حقة التبرع. الآلية حقة التبرع، الكل يقدر يتبرع، أقل مبلغ تقدر تتبرع فيه هو 1 درهم، يعني تقريبا ربع الدولار. وطبعا أكثر رقم تقدر تتبرع فيه عدد مفتوح، فالكل قاعد يتبرع، الكل قاعد يتبرع بكل المبالغ اللي يقدرون عليها. احنا يعني حرصنا ان الكل يقدر يتبرع حتى اقل مبلغ ممكن اللي هو 1 درهم، لان الدرهم مع الدرهم والدرهم يوصل لي انه يعين ويساعد اسره. فهذه الاليه بكل بساطه، هذه الاليه بكل بساطه. انا صراحه شايفه ايوه في كثير ناس يعني حتى بس داخلين ولو بمبالغ رمزيه، بس انه الشيء هذا جميل جدا. طيب الان انا شايفه كمان حوالينك انت في غرفه زجاجيه، في ناس كثير بيجوا بيدعموك وبيتكلموا معك، سواء حتى مشاهير او ناس عاديين بس بيجوا بيسلموا عليك. صحيح. الحمد لله، يعني الواحد لما يسوي شيء خير الحمد لله يكسب الدنيا والآخرة، والدنيا هي محبة الناس. دافع من ناحية دافع مادي قاعد يساعدون بالدفع ومساعدات المادية، وأيضا الدافع المعنوي، كثير من الناس قاعد يمرون لنا ويساعدونا، إن كان بتحية إن كان بسلام استمر. اللي كمية الناس اللي يجون يجيبون لوحة يكتبون إحنا معاك، يكتبون الهاشتاج استمر، وشايفة أكل بيوصل لك ورد كمية الأكل دائما نقول لهم بالبث شكرا، لا تجيبون يا جماعة، لا تجيبون يا جماعة، بس مع هذا يجيبون لأنهم يبون يساعدون، يبون يساعدون بأي طريقة يقدرون. ومين معاك داخل الغرفة؟ أنا والجروب، أنا والشباب كلهم تقريبا عددنا كلنا 5 أشخاص. طيب بتتساعدوا طبعا وبتتعاونوا؟ أكيد بنساعد بعض، إذا واحد كان حالته صعبة نقعد نطبطب عليه نهديه وهكذا. طيب يعني أنتم موجودين في داون تاون دبي، يعني عند طبعا دبي مول، إنه ممكن الناس يروحوا طبعا هناك ويشوفوكم، وطبعا دائما بإمكانهم التبرع. نحن بنشكرك شكر جزيل على هذه اللقاء، وإن شاء الله هعدي عليك كمان يا أبو فلاس اللي معك هناك إن شاء الله، ولما تطلع إن شاء الله كمان نشوفك. كان معنا عبر زوم اليوتيوبر أبو فلا. مع السلامة.